السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي عزيزاتي اوفياء المغرب في كل مكان، في حلقه جديده من برنامجكم غلطه العمر. في حلقه اليوم نستضيف واحدا من نجوم الكره المغربيه، صنع مجد الفتح والمغرب الفاسي والرجاء الرياضي وفرق اخرى، حمل اقمصه 10 انديه في المغرب. معنا شمس الدين الشطيبي، اللاعب الذي أبهر الجميع في مونديال الأندية واعتزل الكرة قبل الأوان. معنا اليوم لنتحدث عن مساره، عن إنجازاته وعن إخفاقاته، ونخلص إلى بعض غلطات عمره. مرحبا بك معنا سي الشطيبي في هذه الحلقة هذه. مرحبا سي حسن، وشرف لي أنني نحضر معكم في هذا البرنامج هذا. نتمنى من الله أن نكون خفف على المشاهدين الكرام. قبل ما نبداو النقاش مع الضيف الكريم، نمشيو نديرو وقفه مع ورقه حول شطيبي وانجازاته، شطيبي وبوديوم التتويجات مع الماس، الرجاء والفتح الرياضي. من الدوار الى الابهار، عنوان لمسار اللاعب شمس الدين الشطيبي، وقصه نجاح تستحق ان تروى للاجيال القادمه. أمن الفتى بالأحلام التي سكنت وجدانه، اختزل المسافات نحو النجومية وأصبح اسمه مقرونا بالألقاب. مع الرجاء صنع ملحمة مونديال الأندية، ومع المغرب الفاسي كان من صنع الثلاثية التاريخية، ومع الفتح الرباطي فتحت شهيته على الألقاب. حمل شمس الدين قميص 10 فرق مغربية، وحين اعتزل الكرة مبكرا اختلى بنفسه فأيقن أنه ارتكب غلطة العمر، فقد كان في رصيده تعبئة كافية لاستكمال المشوار. شمس الدين، بغينا نعرفوا البدايات ديالك، لان البدايات ديالك بدات من منطقه اللي بعيده على شويه على هذا كنقولوا المحور ديال الدار البيضاء الرباط ديال الكره. بديتي في تمصلحت، من تمصلحت سيصلحك الله وستصبح نجما للكره. كيفاش كانت هذه النقله؟ هي يعني العلاقه اللي عندي مع تمصلحت، لانني يعني كنت زدت في واحد الدوار اللي سميتو ولاد يحيى، اللي تابع الجامعه القروية ديال تمصلحت، ولكن الحياة ديالي الكروية دوزتها في مدينة أم زميس، يعني كما تعرف الجامعية البلاصة اللي درست فيها ديك الآفة ديال الزلزال، اللي تنترحموا على دوك الناس كاملين اللي توفاو، لأنني من الناس اللي كانوا تنفقدوا أحد أفراد العائلة. فرقة تطلع الفرقة سميتها أطلس أم زميس. كوكب أطلس أم زميس، هما اللي كاينين، هي الفرقة اللي كتمثل المنطقة. ولكن هذه الفرقه هذه من الصدف انني ما لعبتش في هذه الفرقه، لان كانت عندي واحد الظروف ديال الدراسه، لانني خرجت من امزميز في واحد الوقيته، يعني خرجت بكري، لكن عندي واحد الطموح ديال انني نكمل الدراسه ديالي في واحد التخصص زياده، التربيه البدنيه. يعني كنت مشيت لمدينه مراكش، كنت داخلي، يعني تما كملت الدراسه ديالي، خديت البكالوريا ديالي سيكسيون سبورتيف. يعني الامل اللي كان عندي هو انني نكون يعني استاذ ديال التربيه البدنيه، ما كانتش عندي فرصه، يعني ما تماتش المنادات عليا، الشيء اللي خلاني انني نمشي يعني للجامعه باش انني نكمل الدراسه الجامعيه ديالي، باش تتاح لي الفرصه انني ندوز الامتحان ديال الاساتذه. والبدايه ديالي سبحان الله العظيم كانت من الالعاب الجامعيه، لاني كنت ندير بطولات المغرب، من تما بدات سبحان الله المسيره الكرويه ديالي، لانني ما درتش التكوين، يعني ماشي من اللاعبين اللي داروا تكوين، يعني في الفئات، يعني دزت من الفئات العمريه قليل اللي داروها، قليل يعني من الصدف انني ما لعبت، يعني بديت المسيره الكرويه ديالي حتى 22 سنه، يعني حتى خديت البكالوريا ديالي ومشيت للجامعه وديت بطولات المغرب الجامعيه، ومارست في احد الفرق ديال الهوات اللي هو صخور الرحامله، اللي صراحه الفريق اللي فتح لي المجال انني يعني ندخل المجال ديال كره القدم. اللي تنبغي نشكر دوك الناس اللي صراحه من الاسباب اللي خلوني انني ندير هذا الانجاز هذا وهذا التاريخ هذا بالنسبه لي، تنحيو من هذا المنبر هذا. الانتقال ديالك من فريق، يعني نقولوا فريق كيمارس في دوري المظالم، امكانيات بسيطه، شكون اللي خد بيدك وداك فرقه كبيره؟ يعني من الناس اللي تنبغي نشكرهم، يعني الشكر الجزيل هو السي سعيد اللي كان السبب ديالي، لانه كان تيشوفني كنمارس يعني في ملعب في أم زميس، تما كان كيشوف فيا انني بامكاني انني يعني نمشي للفرقه، يعني في القسم الوطني، لان يعني الفتح
في الوقت اللي يمكن تمشي دوز يعني الاختبار كان في القسم الوطني الثاني، كنت نشوف فيه الموهبه اللي يمكن انني نمشي بعيد، والحمد لله يعني كان واحد اتصل مع واحد السيد اللي تنبغي نشكره هو الدكتور بربيش، الحمد لله يعني هضر مع المسؤولين ومع المدرب اللي كان السي السركي عبد اللطيف السركي، وكان السي راشيد لوستيك، لان يعني اول انسان تتلقى به باش اني ندخل يعني هذا المجال ديال كره القدم هو السي راشيد اللي كان صراحه تنبغي نشكره، والحمد لله دخلت مع الفريق و يعني وقعت مع فريق الفتح الرياضي الحمد لله. مشيتي مع الفتح عامين؟ دوزت السنه الاولى والسنه الثانيه، السنه الثالثه يعني كان واحد المشكل اداري يعني غادرت الفريق، مشيت لفريق الرجاء بني ملال، الحمد لله التجربه اللي كنت دوزت مع فريق الرجاء بني ملال هي فتحت لي الابواب الحمد لله، اني لعبت مجموعه ديال المباريات خلاتني انني نشد واحد الريتم الحمد لله. درتي الماتشات ماتشات فرج ليا الحمد لله، رجعت لقيت فريق الفتح في القسم الوطني الاول، وفي السنه اللي كنت مشيت كان جا المريني، يعني كانوا شي امور اللي خلونا يعني كتيقولوا اكسترا سبورتيف، الحمد لله كان حسن الاختيار صراحه انني نمشي بني ملال. علاش اكسترا سبورتيف؟ يعني كانت شي امور ديال يعني امور اداريه يعني كان لا داعي لذكر، انا كنقول الحمد لله لعله خير، يعني كاين بعض المرات واحد الانسان تيبغي يدير معك واحد الحاجه خايبه والحمد لله ربي مخبي لك حاجه مزيان، انا الحمد لله مشيت دوزت واحد السنه في المستوى الكبير، من الحوايج اللي درت انني الحمد لله مشيت لعبت، ماشي عيب ان الواحد يرجع للور باش انه يزيد القدام، رجعت الحمد لله لقيت الفريق الحمد لله حقق الصعود للقسم الوطني الاول، رغم انني جيت لقيت سميتي في لاليست ديال الترونسفير، وعند القصه هذه يعني كان اختيار تقني يعني الاداره، ولكن الحمد لله كيفاش ما يعني جيت لقيت سميتي في لاليست الترونسفير بحكم ان الفرقات اللي عطت بريمير ديفيزيون جاوا دي ريكروتمون جداد وهذا، جيت ما تعطاتنيش فرصه، بقيت نعقل بنهار ثلاث لقيتهم انهم دايرين ديجا في لايست ترونسفير على اساس انهم كانوا غيصيفطوني لواحد الفريق في مدينه مراكش هو اولمبيك مراكش، انا رفضت الفكره قلت لهم انا جيت انتم اللي درتوني في لايست ترونسفير، مدرب جا جديد انا ندخل نتريني، الا كنت شكون هذا الجديد؟ كان السي عبد الله بليند الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا، لكن السبب ديالي ديال انني رجعت للميادين لاني كنت غنحبس صراحه كنت غنحبس كوره، جاك هذا الشعور جاني ذاك الشعور ديال انني بحال تحسيت بالظلم ديال انني ما تعطاتنيش فرصه، ما يعني يشوفوني هو الاول عاد يحكموا عليا، والحمد لله كان ديك الساعه الكاتب العام السي بن علي الله يجزيه بخير قال لي راه غنهضر مع المدرب وانت جي نهار الاربعاء راه غتكون حصه تدريبيه يشوفك المدرب، الا كنتي في المستوى راه غادي تبقى مع الفريق، وهذاك الشيء اللي كان الحمد لله. العام كامل اللي لعبتي ما شافوكش؟ ما عرفتش انا واش كانوا متبعيني ولا ما متبعينيش، ولكن الحمد لله واحد ديالهم مشى شي فرقه نورمالمون خص تكون متابعه، رغم انني فاش كنت في بني ملال يعني الفرق كامله اللي كنت نلعب لعبتي ضدهم كلهم، لا كان ديك الساعه نهضر السطاتيه كانوا بزاف ديال الفرق، لاني تلعب مباشره مور المقابله دائما تيجيو عندي، يعني تيقول لي العام الجاي ان شاء الله تجي وتلعب معنا وتتعاون معنا، تنقول لهم ودي انا راهي بريطي انا غير معار من فريق الفتح وهذا ان شاء الله العام الجاي غادي نرجع، الحمد لله دخلت كان السي عبد الله بليندا الحمد لله دار واحد المقابله يعني فيها واحد 15 دقيقه في 15 دقيقه الحمد لله مزيان، يعني الامكانيات ديالي خلاتني انني الحمد لله يعني بقيت مع الفريق، وهذيك السنه الحمد لله كانت السنه ديال الانطلاقه ديال شمس الدين الشطيبي الحمد لله، لعبت يعني سنه يعني في المستوى الكبير رغم ان الفريق كان هبط للقسم الوطني الثاني، ولكن في نهايه السنه الحمد لله جاوني عروض كثيره، لان يعني فريق الرجاء الرياضي كنت غنمشي ليه يعني في هذاك الموسم مور الموسم ديال نزول فريق الفتح، ولكن سي حسين عمو تفجل يعني كان غيشرف على الفريق، يعني كان من الحوايج اللي كنشرط عليهم انني نبقى في الفريق، دوزت ثلاث سنوات موراها مع سي حسين عموته اللي كلشي كيعرف اننا الحمد لله السنه الاولى حققنا الصعود، والسنه الثانيه لعبنا نهائي ديال كاس العرش، والسنه الثالثه الحمد لله توجت دينا كاس العرش وكاس افريقيا الحمد لله. مشيتي للماس مور ثلاث سنوات ديال فريق الفتح الحمد لله كانت عندي فرصه، كنبغي نشكر السي رشيد الطوسي لانه الوحيد صراحه اللي كان تيق فيه وعارف الامكانيات ديالي، لان من الصدف انه كان شرف على فريق الفتح الرياضي ور السي عبد الله بليندا، لان السي عبد الله بليندا فاش شرف على الفريق ما كملش معاه، كان السي رشيد يعني راك عارف يقدر تمشي معك الكره يقدر ما تمشيش معك الكره، شرف علينا يعني الحمد لله عارف الامكانيات ديالي، يعني كانت عندي الامكانيه اني نمشي العام الاول والعام الثاني حتى العام الثالث عاد مشيت، والحمد لله يعني كان حسن الاختيار كما كيعرف الجميع الحمد لله مشيت حققت ثلاثية مع فريق المغرب الفاسي، وكنت من اللاعبين اللي كانوا مؤثرين بشكل كبير، لان صراحه ماشي انا بوحدي ولكن هذا جو كوليكتيف، يعني الجروب اللي كان الحمد لله ساعدني انني نتالق الحمد لله وندي ثلاث ارقام مع فريق المغرب الفاسي وندي يعني
احسن لاعب في المغرب هذاك السنه. ثلاثيه تاريخيه. ثلاثيه تاريخيه وتتويج ديال انك كما قلت لك يعني جاي من امزميط بدون فورماسيون يعني حتى يعني حتى التكوين اللي غادي يعاونك لعب في التراب يعني انعدام ظروف ديال الممارسه باش انك دي احسن لاعب في المغرب راه ماشي سهله. التحول ديالك كان في الرجاء نقطه التحول كانت عندك عروض ولكن فضلتي العرض ديال الرجاء كتشوف واش غلطه علاش ماشي غلطه يعني صغير بالقيمه ديال النادي واحد لاعب جاتو لوكازيون باش غيمشي يحترف سواء في الخليج العربي او في اوروبا في فرنسا بريمير ديفيزيون اسبانيا ولكن فضلتي الرجاء ماشي غلطه. لا الحمد لله يعني احسن اختيار اخترته في حياتي صراحه. شنو هو انني مشيت للرجاء لان كما قلت لك اي واحد يتمنى انه يلعب في الرجاء. الحمد لله مشيت في واحد الوقيته اللي صراحه صنع التاريخ مع الزملاء ديالي الحمد لله كما كتعرفوا يعني دينا بطوله ودينا كاس العرش ولعبنا فينا يعني نهائي ديال كاس العرش اخر ولعبنا دومي فينال ديال كاس العرب اللي كانت صراحه يعني مشات يعني كان بامكاننا نفوزوا بهذا اللقب هذا هو ولعبنا نهائي ديال كاس العالم انديه الحمد لله تتمشي دابا يعني المقر ديال فريق الرجاء الحمد لله تلقى السميه ديالي الحمد لله منقوشه كما يعني كنقول انا منقوشه من ذهب لان الحمد لله دوزت واحد الفتره في المستوى الكبير. المساله الماديه ما كانتش عندي مهمه لان الحمد لله انا فهمتي انا تنقول الله سبحانه وتعالى تيرزق. كان عندي امل اني نحترف ولكن يعني مجرد اني التحقت بالرجاء ولعبت في الرجاء وحققت هاد الانجازات هادو وهاد التاريخ هذا يعني اللهم لك الحمد يعني حسن الاختيار هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. الحاجه اللي تنبغي هو ان تنبغي نشكر هذوك الجماهير اللي صراحه اللي رحبوا بيا ويعني والجروب اللي كان لانني انا ما يمكنليش نجح بوحدي هذا جو كوليكتيف. واخا في الرجاء لقيتي محمد فاخر هو اللي خدا بيديك هو اللي عيط لك هو اللي جابك كاع للرجاء اللي جيتي الرجاء وشتي هذوك النجوم كاملين اش قلتي شغل لقى بلاصتي ولا كان عندك الاصرار وكان عندك هذاك العزيمه والطموح باش غدير بلاصتك انت وتولي انت منور جوع ديال هاد الناس؟ الحمد لله اول حاجه تنبغي نشكر سي محمد لان يعني بالنسبه لي هو راس الهرم يعني الحمد لله قدوه لا في يعني بزاف ديال الامور يعني من ناحيه كي تنقولوا اخلاقيه والناحيه ديال الممارسه من ناحيه ديال الاستفاده في الحياه يعني سي محمد كتلعب معاه الحمد لله يعني تيغان تافي كي تيقولوا الحمد لله تتلعب مع سي محمد الحمد لله حتى الظروف الماديه ديالك الحمد لله كتكون مزيانه. لقيت واحد الجروب اللي الحمد لله عاوني حتى انا لانني ما يمكنليش قلت لك ما يمكنليش ننجح انا بوحدي ولكن الحمد لله اللاعبين اللي كانوا في المستوى الكبير كما كتعرفوا اللي يدخل تيقضي ولكن باش انك تفرض راسك في الرجاء وتلعب ودير سميتك راه ماشي سهل. الحمد لله كانت بالعمل انا مشيت للرجاء الحمد لله كميور جوار في المغرب كي قلت لك من فريق المغرب فاسي وحتى القيمه الماليه اللي كنت مشيت من فريق المغرب فاسي للرجاء يعني كانت قيمه ماليه يعني محترمه ماشي سهل انك تمشي من يعني تكون عندك 28 سنه وتمشي لفريق الرجاء الرياضي تقريبا واحد 600 مليون يعني في 2011 600 يعني القيمه الماليه الحمد لله يعني كانت الحمد لله كنت تايق انني غادي نخلي البصمه ديالي. حسيتي شبان هذيك 600 مليون كتقل عليك؟ نقول لك انت جايبين لك في 600. لا الحمد لله اللهم لك الحمد انا الحمد لله فاش مشيت للرجاء ما بقات تتبان لا 600 لا 800 الحمد لله داك الشيء اللي كانوا جابوني الحمد لله الرجاء راه الحمد لله اديت الواجب ديالي اديت معاهم بطوله الحمد لله اللي خلتنا انا نلعبوا كوب دي موند. قبل كوب دي موند حيدوا فاخر في ظروف غامضه بقات واحد 10 ايام وغادي تلعب كوب دي موند حيدوا فاخر تحيد فاخر جا بالضبطي اختي شحال قلتي غيجي مدرب جديد؟ الحمد لله اللهم لك الحمد انا كنت ما غيلعبنيش اللهم لك الحمد انا كنت تايق في راسي ومن الصدف انه بنزرتي هو اللي كان تيشرف على النادي الافريقي فاش كنت في فريق المغرب فاسي في النهائي يعني وديت ميور جوار وكان ديك الساعه السميه ديالي الحمد لله مسموعه في الافريق اللهم لك الحمد. فاش جا من الناس اللي كانوا تاقوا فيا لانني لا الماتش الثاني ولا الماتش الثالث ولا الماتش ديال الفينال ما كنتش غادي نكون لاعب. علاش؟ ما فهمتش ان كنا لعبنا المقابله الاولى فاش مشينا للتدريب يعني ما تعطانيش الجيلي يعني انني ما لعبش لغد ليه الحمد لله كانت واحد النقاش بيني وبين المدرب الحمد لله جا هضر معايا قال لي انت اللي غادي تبدا مشينا لمراكش عاوتاني نفس المشكل يعني من الصدف انني انا ذاك النهار ديال اتلتيكو مينيرو في الغداء يعني كليت مزيان
يعني عارف راسي يعني تغديت مزيان من النوع اللي ما تناكلش قبل الماتش بزاف. انا عارف راسي انني ما لعبش هذا يعني كليت مزيان يعني لانني فهمتي لا انا كليت لان طلع لي الدمني اني ما غنلعبش زوينين طلع لك الدم كتاكل كليت تناكل كليت مزيان يعني عرقت ما لعبش ما غنلعبش ولكن غتكون اون بلاصو اي غنكون اون بلاصو ولكن انا من النوع اللي مثلا لانني كنت كنشوف راسي انني من اللاعبين اللي كان خصهم يكونوا لاعبين جات واحد الهضره بيني وبين المدرب مجرد انه جا عندي وقال لي اسكو تو بري قلت له كوتش سو تو جو بري قال لي تي مون بورت بونور سي توا كي فا كومونسي صدقت لعب هذاك المقابله الحمد لله جاب الله التيسير هنا النهائي النهائي ما لعبش وهذاك النهائي هو العرس يعني النهائي العرس الكبير وكلشي ما لعبش درنا لا ريونيون تكنيك في لوطيل ثاني ما عطاوكش الجيلي كاع هذوك الظروف لا ليست اللعابه اللي غي لا فورماسيون اللي داخل انا راني رومبلاسون وصلنا للفيستير جالسين تنلبسوا حويجاتنا راك عارف لي تيتولور تيلبسوا كل واحد شنو كيدير هذا تيعاون هذا لان الحمد لله كان عندنا واحد الجروب في المستوى هو يجي عندي ويقول لي بريبار توا تو فا كومونسي سي توا كيفا جوي تلفيستير تلفيستير يعني هنا فين تتبان القيمه ديال المدرب ما كونسونتريش على الماتش ما. لا الحمد لله انا شوف انا واخا المسابقه ديال الكاتيجوري موجود كلشي ولكن الحمد لله شوف كندخل كنقضي الغرض الحمد لله يعني الواحد الحمد لله اكتسب واحد التجربه كبيره وحتى الجروب اللي كان معك انت يشجعك انك كتقول موراك فلان وقدامك فلان وبجنبك فلان الحمد لله كان واحد الجروب اللي كان تيعاونك انك تالق ولعبتي في هذاك الماتش الحمد لله لعبنا وكان الحمد لله احسن حاجه اللي وقعت لنا في حياتنا هي الحضور ديال سيدنا الله ينصره الحمد لله يعني الواحد راه بحال وصلتي لقمه الهرم باش ان سيدنا يجي عندك ويهضر معك في التيران ويقول لك قلنا شوفوا وليداتي كما بغات تكون النتيجه راه حنا راضيين عليكم العبوا حنا راه معاكم وفي جنبكم يعني تحس بواحد الاحساس كبير الحمد لله واخا المقابله داز وخسرنا ولكن الحمد لله شرفنا الكره الوطنيه الحمد لله باش انك تكون وصيف بطل العالم راه ماشي سهل وحملتي وسام الحمد لله اللهم لك الحمد هذا شرف كبير ليا الحمد لله اللي تنفتخر به اللهم لك الحمد داك الوسام من امزميز الوسام الملك اللهم بارك الحمد طيب هذا المسار عاود ختمتي وما كتكلمش بزاف عن الباساج ديالك في الجيش الفريق الوحيد اللي كنت تحسر على انني ما ديتش مع شي لقب صراحه هو الجيش لان كان وقع لي واحد المشكل بسيط كان واحد سوء تفاهم مع السي رشيد ارتأيت انا بالنسبه لي انني نمشي في حالتي صراحه لدرجه كان يسمح حتى في الامور الماديه ديالي لان باش نشرح لك السي حسن انا واحد النوع اللي نفسي خايب انا كرامتي احسن لي من الامور الماديه كما قلت لك قبل قلت لك ان الامور الماديه الله سبحانه وتعالى يتحكم فيها انا ما حسيت براسي ما مرتاحش يمكنليش انا نلعب جي من كوب دي موند غادي تهضر معايا تقول لي هبطل تريني في ليسبوار وغنوليو شد لي قطع عليك وكذا الحمد لله تفاهمت مع المسؤولين ديال فريق الجيش الملكي ريزيلياسيون ديالي الحمد لله مورا مشيت رجعت للفريق الوليد النزاعات كانت واحد ماشي هي نزاعات ولكن كانت هي واحد 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 المبلغ المالي اللي كنبقى ما بين فريق الجيش الملكي وفريق الرجاء واحد الورقه ريزيلياسيون على انني ناخذ الامور ديالي من الجامعه الملكيه الحمد لله حتى الامور ديالي في الجامعه وتوصلت بالمستحقات ديالي الحمد لله يعني واحد 600 لا كانت واحد 70 مليون ماشي شي حاجه كثيره الحمد لله اللهم لك الحمد يعني كانت بقات فين ختمتي الكارير ديالك الكارير ديالي صراحه انا ختمت في اخر توني لبستو ديال اولمبيك ديال توفيا علاش اولمبيك دي سوفيا كتجبدوش لا اولمبيك دي سوفيا علاش لبست التوني ديالها لان المدرب اللي كان تيشرف على اولمبيك دي سوفيا هو السي مصطفى العسري انه هو السبب ديالي ديال انني نمشي للرجاء ابن ملة لانه هو اللي كان تيشرف عليها وكان ديك الساعه مساعد مدرب فاش مشى للفرق رجاء ابن ملة كان عيط ليا وقال لي تجي تلعب معايا وكذا والحمد لله مشيت وكان الحمد لله حسن الاختيار من الحوايج ديال انني نرد الخير لهذاك السيد رد جميل عيط ليا ما ترددش مشيت ولعبت مع دوز مع واحد السنه كنتمنى انها تكون سنه ديال الصعود ولكن قدر الله وما شاء فعل كان معايا تاكوكو الى رجاء يعني مارس معنا كان واحد الفرقه في المستوى ولكن راك عارف يعني ماشي بالضروره تكون عندك فرقه مزيانه راه غادي تطلع ولكن من الاسباب اللي خلوني نمشي للاولمبيك لصوفيا هو سي مصطفى الاغلاط ديالك انك اعتزلتي الكره شويه وباقي فيك ما تلعب غلطه وهي صراحه الغلطه ديال العمر هو انني حبست في سن ديال 34 سنه انا كان بامكاني انني نزيد يعني نزيد اللعب
عندي شي حوايج اللي ما عندش بزاف ديال اللعابه في المغرب. انا الحمد لله اول لاعب مغربي عندي دوك بدافريك في عامي متابعه بجوج فرق مختلفين، وانا اول لاعب مغربي عندي ثلاثه كيسان العرش في ثلاثه فرق مختلفين في ثلاث سنين متابعه، وانا اول مغربي تيلعب خمسه ديال لي فينال ديال كاس عرش في خمس سنين متابعه. الحمد لله انا بطل المغرب جامعي ولعبت بطوله عالم جامعيه، والحمد لله كما عرفتي عندي دو شامبيون، عندي سوبر كوب الحمد لله حتى هي مع فريق المغرب فاسي، يعني وصف بطل العالم مع فريق الرجاء. لعبت في ليكيب ناسيونال، لعبت في ليكيب ناسيونال المحليه، لعبت في ليكيب ناسيونال يونيفرسيتير، يعني كتشوف ان اللهم لك الحمد. يعني شي رقم اخر، انا لعبتي في 10 الفراقي من مختلف التصنيفات الحمد لله، يعني لعبت الصعود ولعبت النزول لعبت التروازيام ديفيز لعبتي الاصبع لعبتي يعني اللهم لك الحمد هاد الشيء هذا كامل الحمد لله. لعبتي تراب غازو تراب غازو سينتيتيك اللي تجيك على البال الرمله اللي بغيتي الحمد لله. لعبتي ميني فوت، شفتك في ميني فوت لاني كنت غنكمل في ميني فوت ولا وقع لي واحد، لان الحمد لله من الحوايج اللي كانوا تعاونوني هو انني كنت كنلعب ميني فوت قبل من وليت نلعب الكرون فوت. يعني في مراكش معروفه واحد القضيه تسمى الدصيصه كنتي كتلعب الحمد لله استفدنا بزاف ديال الامور، ولكن واحد الحاجه الانسان الا هذه المساله ديال التكوين انا بغيت نشير لها بزاف ديال اللعابه خاص من واحد الانسان خاصو شي حوايج تطيح فواحد الجروب. انا كنلعب فواحد لو بوست، الا بغيت نزيد لقدام تنشوف هذاك اللاعب اللي كيلعب في داك لو بوست وكنشوفو علاش هو تيلعب وانا ما كنلعبش. من الحوايج الحمد لله اللي عاونوني انني فاش مشيت لفريق الفتح الحمد لله لقيت واحد الجروب لاني استفدت منه الحمد لله، علاش هذا كيلعب وانا ما كنلعبش. شوفه يعني كتولي انت انديفيديوال، ولكن اهم حاجه هو في الكوليكتيف كيفاش اللاعب يكون انديفيديوال مزيان ولكن ينفع الجروب لان هذا جو كوليكتيف. ولكن كانت عندك واحد التجربه كمدرب دخلتي الحمد لله اللهم لك الحمد مع فرقه في قنيطره؟ لا كان عندي واحد التجربه في العصبه ديال الغرب الحمد لله. السنه الاولى ديالي الحمد لله حققت الصعود مع الاكاديمي ديال شيبو. كنت كنشرف على الفريق الاول وكنت كنشرف على فريق الامل. فريق الامل يعني كنت تا هو غادي يلعب يعني البراج، ولكن لان كان عندي الوليدات اللي تيلعبوا في السينيور هما الاغلبيه فيهم تيلعبوا، كانوا تيجوني مقابلات متوازيه بعض المرات نفس اليوم وهذا داكشي باش خلى عمرك الحمد لله واحد التجربه الحمد لله في المستوى. كانت عندي تجربه اخرى الحمد لله مع الزمامره جوان الحمد لله في قسم وطني الثاني السنه ديال الصعود ديالهم السنه الماضيه. كنت تعطلتي باش تدخل تعطلتي شويه؟ ماشي تعطلت، ولكن كما من الاغلاط اللي درت في العمر ديالي هو انني توجهت قبل كنت توجهت واحد التوجه ديال وكيل لاعبي. هذيك الفتره اللي كنت دوزت انا كنحسبها غلطه بالنسبه لي، لانني الانسان حيت لما دوزتيش واحد التجربه ما تعرفش راسك فين غادي فين غتلقى راسك. الحمد لله دوزت هذيك التجربه واخا الحمد لله استفدت منها. مورا يعني فكرت انني يعني قلت علاش انني دوزت واحد الكارير واحد التجربه كبيره انني نتحول للمجال ديال التدريب، لان المجال التدريبي لو بغيتي تدخل خاصك تجرب راسك. الحمد لله التجربه الحمد لله كانت في المستوى، لان شكون تيخليك انك تمشي في هذا المسار كمدرب هو العلاقه اللي كتكون عندك مع اللاعب، هو اللي تيحكم عليك. كتشوف الحمد لله العلاقه واش ديز لو كورونا ما ديز بينك وبين اللاعب، يعني كيفاش تقبلك هذاك اللاعب الجروب، يعني بزاف ديال الامور تتخليك انك تفكر انك تكمل في المجال. والحمد لله اللهم لك الحمد عندنا تجربه، حنا حتى حنا تنتسناو الفرصه ديالنا الحمد لله، يعني حتى حنا على ابواب ان ندوزو ليسونس ا وان شاء الله لابرو، وكنتمنوا حتى حنا تعطينا فرصه، لان الحمد لله كنا حماس باش اننا ان شاء الله حتى حنا لما لا حتى حنا كما درنا كارير الحمد لله في المستوى كلاعبين نديروا يعني كارير كمدربين، لان الطموح ديالنا حتى حنا طموح كبير، لما لا حتى حنا نشرفوا ان شاء الله على الفريق الوطني لما لا. درتي مدرب، درتي لاعب، درتي اجون، بقيت رئيس؟ لا 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 الحال لا ما يمكنش. شنو اللي ما يمكنش؟ كنشوف راسي كمدرب، لان علاش؟ انا نشرح لك المساله اللي كاينه، لان حنا مثلا واحد مجموعه ديال اللعابه كل واحد ولو بوست اللي كيناسبو. انا علاش مثلا درت هذه التجربه ودرت هذه التجربه ودرت هذه التجربه، يعني بحال كتحط راسك في واحد الحاجه وكتشوف راسك واش كتعطي فيها ولا ما تعطيش فيها. مسألة السيرية انا بعيد عليها صراحه، لانني انا كنشوف راسي في التيران. عندك واحد القهوه في قنيطره دخلت ليها وكما بانوش ليا التونيات ديال الفرق الصغار، بانوا ليا ديال الكبار. لا التونيات لانني في بنت ليا ديال الماس بنت ليا الرجاء لان شحال من واحد يعني سولني هذه الاسئله هذو تيقول لي مثلا التوني ديال مثلا ديال وداد تماره، التوني ديال اولمبيك اليوسفيه والتوني ديال صخور الحامله.
انا يعني المقهى ديالي ماشي درتها يعني حطيت له روتوش نهائيا، انا غادي وتنزيد باقي بزاف ديال الامور بزاف ديال الافكار باقي عندي. الزياره الجايه ان شاء الله غادي تجي ان شاء الله غتلقى امور اخرى تزاد. تنتمنى من الله ان هذه الفكره هذه يعني تعمم في المغرب، لانها انا كنعتبرها بزاف اللاعبين دايرين قهوي، ولكن ملي كتدخل القهوه ديالهم ما فيهاش ريحه انتماء ديال صاحب القهوه. انا الحمد لله الا جيتي للمقهى عندي الحمد لله حتى التوني ديال نادي القنيطري، لانني من الناس اللي كنتمنى انني نشوف نادي القنيطري ان شاء الله العام الجاي في الدوزيام ديفيزيون، والعام اللي مورا ان شاء الله في القسم الوطني الاول، لان فرقه كبيره. ولكن سي شمس الدين، الناس بلي كتقول لهم انا الشطيبي كيقول لك هادي الراجا، ما كيمشيوش شي فرقه اخرى من غير الراجا، علاش؟ هو الناس كاين هاد القضيه ولا كاين هاد المساله ديال نقول لك علاش؟ لان الناس بزاف تيعقلوا على المحافل الكبيره. الناس اللي خاصهم يعرفوا ان البدايه ديالي الحمد لله راه كانت فريق الفتح. فريق الفتح راه حققت معاه الصعود من القسم الوطني الاول للقسم الثاني، ولعبت معاه نهائي ديال كاس العرش، وديت معاه كاس العرش وكاس الاتحاد الافريقي. عاد مشيت للمغرب فاس، ديت معاهم كاس العرش وكاس الاتحاد الافريقي والكاس الممتازه. عاد مشيت للرجاء ديت بطوله وكاس العرش، ولعبت نهائي ديال كاس العرش ونصف نهائي ديال كوب ضرب ونهائي ديال كاس العالم للانديه. يعني البدايه ديال شمس الدين الشطيبي راه ماشي حتى للرجاء. والحوايج من الصدف هذو من الطرائف هو انني ساليت مع فريق الفتح، كانت واحد الجوله بسيطه في ذاك الكار ديال السياحه عرفتي اللي تجيبو مراكش، دوره شرفيه. نزلت من هذاك الكار مشيت للمغرب فاسي عاوتاني طلعت في هذاك الكار عاوتاني دوره شرفيه في المغرب فاسي. نفس الشيفور ولا والله ما عرفت واقيلا بدلوه هذا حيت حسب الانتماء. وموراها عاوتاني مشيت من فريق المغرب عاوتاني دوره شرفيه اللي عقلتي ديال مور لاكوب دي مود في مركب محمد الخامس. تنحمد الله وتنشكره كي قلت لك ان من المحظوظين الحمد لله في لاكارير ديالي. اللهم لك الحمد يعني هذا الشيء كله في الله. قال لك بزرتي بورت بون. بورت بون اللهم لك الحمد يعني الفريق يعني في ظرف ديال ثلاث سنوات الحمد لله استطعت انني الحمد لله يعني ندير واحد البالماريس في المستوى الكبير لاي لعاب تيتمنى انه يعني صراحه يدوز من هذا الباركور هذا. الناس دائما كيسولوا الشطيبي في الحوارات ديالو اللي تابعت انايا وانا كنهيئ لهذا البرنامج، كيسولوك افضل ذكرى، احسن ذكرى، اجمل ذكرى. نبغي نسولك على اسوأ ذكرى دازت عندك. اسوأ ذكرى؟ هو صراحه الى جيت لقيتي راسك في لاليست ترونسفير. لا هو النزول ديال فريق الفتح للقسم الوطني. الذكرى اللي قلتي وقيله غنحبس الكوره هي هذه اللي كنت عاودت لك باش انك غادي تجي من يعني كان عندك مشكل وتمشي وتخدم ودير مقابلات في رجليك باش انك ترجع. حيت انا صراحه بحال الفريق الفتح هو بحال الفريق الام ديالي، لانه تما فين كملت التكوين ديالي. لانني يعني انا فاش جيت لفريق الفتح جيت بدون تكوين، التكوين ديالي كملته مع فريق الفتح. سينيور ديريكت. بزاف جاب بزاف ديال اللعابه ولكن قلال. الحمد لله هذيك الفتره اللي دوزت فريق الفتح كان تيبان لي هذاك الامل الكبير انني نراجع لفرقتي باش انني نكمل لاكارير ديالي. كنتصدم بانني تلقى سميتي في لاليست ترونسفير، ولكن الحمد لله كما قلت لك ربي سبحانه وتعالى يعني درنا هاد الناس في طريقنا اللي خلونا اننا الحمد لله دخلنا وبرهنا الحمد لله على الامكانيات ديالنا. والله مبارك الحمد كانت هذيك هي انطلاقه والحمد لله راه شتي لاكاري الحمد لله كي سالت. كاين مجموعه من اللاعبين اللي جاوا من عمق الباديه وتالقوا على المستوى الدولي. صحيح. انت واحد منهم، ما عمر كانت عندك هاد العقده كيف قالت هذاك راه جاي غير من كذا هذاك راه جاي غير من كذا؟ وقعت لي كنت مشيت عند كنت كنلعب في الجامعه وكان واحد السيد واحد المصور كان قال لي راه عندي واحد السيد في نجم مراكش، السيد تنعرفو هذا غادي تمشي دوز تيست عندهم وبنتي ليا ما شاء الله بان عندك امكانيات باش انك تلعب معاهم. مشيت كيقولوا لي النجم النجم حنا تنقولوا النجم والفتح. مشيت لعند داك السيد لدرجه انني غلطت في البلاصه. انا كنت كنصحابني غير تريون في لانكس ديال ملعب الحارتي. تعطلت واحد شويه وقالوا لي لا راه غير تريون في الملعب الكبير. فاش مشيت للملعب الكبير كاين واحد الشبيك تما سميتو، جيت عيطت للسيد قلت له الله يخليك ما كلم ليا واحد السيد بلا ما نذكر الاسم ديالو. جا عندي قلت له صيفطني عندك السي المختار. السيد الله يجزيه بخير من الناس اللي كانوا تيشوفوا فيا انني غتكون عندي كارير في الكره. مختار اللي اختار الحاجه اللي دار هي انه شاف فيا طلع وهبط بحال هكا ويقول لي بالمراكشيه قال لي اما خصناش لي ميلي تيرا خصنا لي ديفونسور. لي ديفونسور؟ لي ديفونسور. باقي تنعقل قلت له اسمح لي قلت له دابا ما درنا في الطاجين ما يتحرش. سولك في الاول قلت له ما سولني ما حتى شي حاجه باش عرفك حتى ميليو تيرا.
احد قلت له راه انا ديجا هضر معاه قال له راه السيده تلعب ميليو تيرا وهذا وهذا يعني يعني يحكم عليك من تشوفه حيت وتنحمد الله تنشكره من الحوايج اللي تنشكروا عليها هو انني ما لعبتش مثلا كان بامكاني انني مثلا نسيني تما وكان يمكن انني نسالي كارير ديالي مثلا في النجم وما نصنعش الاسم ديالي الحمد لله في الكره الوطنيه سبحان الله العظيم يعني اللهم لك الحمد انا الحمد لله لا كارير ديالي راضي عليها كل الرضا اللهم لك الحمد انا ما راضيش على الكارير ديالك مع المنتخب منتخبات هي اختيار ديال ديال السيليكسيون صراحه شكون النجم ماشي النجم شكون النجم في كاس العالم للانديه وتكون بهذا البالماريس ديالك اللي قليل اللاعب اللي عنده هذا البالماريس وما تكونش في المنتخب الوطني كتب لي هي اختيارات ديال كباش شوف هي اختيارات ديال 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 الناخب الوطني اللي كيشرف على المنتخب الحمد لله فاش كان دخلتي معهم دخلت مع غيريتس ولعبت مقابلات الحمد لله وكانت واحد الثقه كبيره اللي صراحه بغيت نشكر داك السيد يعني شكر كبير لانه كان ثق فيا واحد الثقه كبيره الله يشافيه يعني الانسان اللي كان عنده واحد الشوفه الحمد لله واحد الثقه لدرجه ان كان وقعت واحد المساله ديال ان في كاس العرب لا حتى لا في كاس العرب ان ما مشيتيش يعني من الحوايج اللي كانوا وقعوا لي انني في طريق المغرب فاسي ما مشيتش لكاس العرب وكان مشاو مشاو إيه للباص دابا انا شنو دابا وقعوا لي شي حوايج شوف سبحان الله العظيم كاين شي وداك الشيء ارزق ديال الله ولكن انا مشيت عند السيليكسيونور قلت له الله يجزيك بخير راه فريق المغرب فاسي راه لعب تشامبيونز ليغ راه ما يمكن ليش حاليا انني نخلي الفرقه ونمشي مع ليكيب ناسيونال مشاو ديال الباص دابا هو الغلط هذا هو الغلط اللي درت المراني ان ما قيدنيش في لا ليست من الحوايج اللي داروا ان لاعبين معايا مشاو لاكوب داراب ورجعوا لعبوا مع فريق المغرب فاسي ورجعوا كملوا لاكوب داراب من الحوايج اللي ما درتش انا ولكن داكشي تنقول الحمد لله داكشي ارزاق ديال الله كانوا كيمشيو يجيو بطبيعه الحال انا هاد الحاجه هي اللي ما درتش اللهم بارك لك شي كلمه اخيره باش نختموا السي الشطيبي لا اول حاجه تنبغي يعني نشكرك السي حسن لانك عطيتينا هذه الفرصه هذه لان كاين بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش بزاف ديال الحقائق الحمد لله غيتعرفوا عليها اليوم اول حاجه كنبغي نشكر يعني الوالده ديالي الله يخليها ليا وكنبغي نترحم على الوالد ديالي الله يرحمه وكنبغي نشكر حتى الاسره الصغيره ديالي الزوجه ديالي والابناء ديالي لان الاستقرار الاسري عنده دور كبير في النجاح ديال الكاريره اي لعاب شكرا لك سي شمس الدين على هذا الحضور سي حسين الله الكبير هذا حضرنا معك اليوم وبهذا كنوصلوا لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم غلطه طلعوا نتلاقاو معكم في حلقه قادمه مع ضيف اخر مع مواجع واغلاط اخرى لذلك نحيل لكم اليوم الطاقه من برنامج طيب المناء الى اللقاء